نتكلم اليوم على موضوع البدل الداخلي في قسائم خيطان وقسائم أبو حليفة والقسائم الجديدة في منطقة الصباحية. طبعا هذا البدل لما استلموا القسائم كان البدل موقوف، وكان في قرار باللجنة الوزارية في مجلس الوزراء. وحقيقة نشكر جهود سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزيرة الإسكان لتفهم معاناة المواطنين في موضوع البدل الداخلي، وإلا الحين تمت الموافقة على البدل الداخلي في مناطق قسائم خيطان ومناطق قسائم بوحليفة ومناطق القسائم الجديدة في منطقة الصباحية، وتم الإعاز من سمو رئيس مجلس الوزراء للجنة الوزارية بالموافقة على البدل الداخلي. وبهذه المناسبة نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الإسكان على تفهمهم لمعاناة المواطنين في موضوع البدل الداخلي، لأن المواطن بهذه الطريقة لو تم الوضع على ما هو عليه وبنوا قسائمهم فصعب جدا يكون البدل، لأن كل واحد يعني بنى حسب ما هو موجود في المخطط. إنما الآن راح يتم البدل الداخلي في البداية بين المواطنين، وبالتالي كل مواطن يقدر يحط الكوكي حسب ما هو يبي. فنبارك لإخواننا المواطنين من أهالي قسائم خيطان وكذلك أهالي قسائم منطقة أبو حليفة وكذلك أهالي منطقة الصباحية الجديدة على السماح بالبدل الداخلي. شكرا.